اليوم احنا في عصر الميديا مثلا، احنا بنتواصل مع ملايين من الناس من خلال الفيسبوك او الفضائيات، لكن التلمذة كان انه فعلا الشخص يعيش ويعايش الشخص، بشوفوا حياته، بشوفوا شهادته، بشوفوا اخلاقه، بشوفوا كماله، بشوفوا كل شيء في الشخصية نفسها. النهارده على الفيسبوك كل الناس بتكتب آيات جميلة، عبارات جميلة، سواء هو يعني جت في باله أو نقلها أو عمل منها صفحته، تحس إنه ده شخص عظيم، لكن تحتك بيه تلقى شخصية تاني خالص غير على الفيس. لكن التلميذ بقى هو شخص يحيا مع المسيح والمسيح يحيا فيه. تتنقل ليه الحياة إزاي؟ من خلال مجموعة أو من خلال شخص عاش معاه، فهم منه، اتعلم منه. حتى بولس لما كان بيعلم تيموثاوس قال له: وما سمعت مني بشهود كثيرين، يعني قدام ناس ودعوا اناس امناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين. يعني انت سمعت مني، عايش معايا وفاهم وتعلمت وفهمت، توصله بنفس الطريقه دي. ده فكر الرب، مش واحد احنا كل يوم والتاني تعجبني ايه القسيس نظر نازلها اروح تعجبني فكره فلان، وكل واحد ياخد وينقل وتحس اللي يقول لك ده شخص عظيم، وهو مش فكرته، مش حياته. لكن حياه التلمذه حد عاش كل حياه الشخص وخد حياه الله بينقلها للناس.